السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوك زانجو إسلام أفريقيا مشاريكي نكاتي نو ناو زانجو مزيها كسوهيلي دنيا كوتي وتبايتو عليه نيكو عنوانيا اغتنام عهد الشباب في بناء الذات بمعنى إتقان العبادة وإتقان العمل كوتومية أجانا فيزوري كو أجينجا كو أباندو أمهيري وإبادة نا أمهيري وكازي وطبهي كتوكا وزارة يا وقف يا مسلم نميمني بروفيسور أيمن الأعصر كتبو تلو أنا وفسيري تشوكي كوتشا الأزهر دوزانغو إسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا زوت على استحيكم ونزمونغو مولو في أم بيوت مسماجين دانيا كتابو تشاكي كتكوفو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نسيما تنديني بتندو نمونيزمونغو نمتمواكي نواميني وتفئونا بتندو فيينو نمترديشوا كواميني كجوا سرنا زهيري ناي أتكوان بييني إمليو كوا إمكيا تندا ننين شهودية كوا هكونا مولا وحكي سيبكوا منيزي مونغو بكياكا هنم شريكا ننين شهودية كوا امتمو ايدو محمد صلى الله عليه وسلم ديم جاواكي نمتمو واكي ايو منيزي مونغو بليك رهما اماني نبراكا كواكي بموجنا كوا واتو ونمباني كواكي نما صحابة زاكي نوالي ونمفواتا كوا ازوري امباكا سيكويا مليبو. ثم أما بعد بعدها تنبليز هو كواكيكا دينيتو إمهسيش وانجاليفو نا أمهم وكاتي وأجانا إكا إليزيا نفاسي ياكي كتيكا كوجيجنجا كواني أجانا إنديو إتشامي تشامي يا مايشا نا أمري ني وكاتي وكوكاميليشا أجنزي وميلي نا كوكوزا أكيلي أمبابو من زمونغو متكوف أنا سيما الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. من زمونغو ندية ألي كومبيني كتكوننا أضيف كيشا أكجاليا نقوف بعد يونيونغ كيشا أكجاليا بعد ينقوف ونيونغ tena na unyongo okongwe akaumba atakavyo na ndiye mjuzi mwenye uweza. Kama vile sheria ilivyotuongoza kwenye umuhimu wa kutumia vizuri wakati wa ujana katika vile vyenye kunufaisha mwili, dini, nchi, ibada na matendo mema, ambapo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. تمي في زوري مامبو متانو قبل يا متانو، تمي في زوري وجانواكو قبل يا كوزيكا كواكو، تمي في زوري افياياكو قبل يا كوموا كواكو أو قبل يا مرضي واكو، تومي فيما وتجيري واكو قبل يا مسكين واكو، تومي فيزوري مدة واكو وسيو نكازي قبل يا كوكازي أو كشغليك كوكازي زاكو، نتومي فيزوري أوهاي واكو قبل يا كيفو تشاكو. ننين شهودية تينا ننين اندليا أنا اندليا تينا كسيما صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هوتا أندوكا مجو وامجام سيكو يكياما باكا أوليزوى مامبو ماني أمرواك أمي أماليزا فيبي وجانواك أمي أتوميا كتيك نيني
مالزاك أليزي تشوما وابي نا أليزي تومية كويني نيني نيلومو ياك ألي إفانيية كازيغانيس شريا هيدا تو أمريشا كتومية بزوري وجانا كو إبادة نكازي تو بل إيم تو أمريشا بيا ومهيري نكفاني بزوري كو السيفة يو بكي كتيكا هايو مويلي أمبابو مولا تكوفو أنا سيما وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نفانييني ويما حكيكا من زمونغو أنا وبيندا وفانياو ويما نمولا أنا سيما تينا إن الله يأمر بالعدل والإحسان حكيكا من زمونغو أنا أمريشا كفاني أؤدليفو نويما نانا سيما تينا وأحسن كما أحسن الله إليك نفاني ويما كما من زمونغو ألي كفانيا ووي ويما نمولا أكسيما تينا إنداني كتاب تشاكي كتكوفو إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا حكيكا من زمونغو هابوتيزي مليبو يا كويني يا مويني كفانيا ويما نمتوم ويتو صلى الله عليه وسلم أنا سيما إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه حكيكا من زمونغو أنا بيندا مجاوينو أنا بفانيا كازي أفانيا كوا أمهيري umarie katika ibada unakuwa ni kwa utekelezaji ulio sahihi kukamilisha masharti yake na nguzo zake kutekeleza sunna zake na adabu zake Mwenyezi Mungu mtukufu anasema kuhusu ibada ya sala qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un hakika waumini wamefaulu ambao wanenyekevu katika sala zao نمتومو ويتو صلى الله عليه وسلم عن السيمة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط جي نيو فهمشيني جنبو أمبالو من زمونغو كو جنبو هيلو hufuta makosa na kuinua daraja wakasema ndio ewe mtume wa Mwenyezi Mungu akasema kueneza uzu kueni viungo kufanya wingi wa hatua za kwenda msikitini kusubiri sala baada ya sala hayo ndiyo kizuizi chenu hayo ndiyo kizuizi chenu yani unganisho wa Na Mwenyezi Mungu mtukufu anasema kuhusu ibada ya zaka Ya ayuha allazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wama akhrajna lakum min al-ard wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhizihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid Enyi mlioamini toeni katika vile vizuri mlio vichuma na katika vile tulivyo kutuleni katika ardhi wala msikusudie kutoa mlivyo vipaya hali nini wenyewe msinge vipokoa vipokea ila ingekuwa imefumba macho najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha na msifiwa na kuhusu ibada ya funga mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم سيكون موجة وينو أنا بفونغا بس أسي توي منينو ما تشافو ولا كبنبانا إكيوا أتتوكانوا نمتو أو كبيقوا بس ناسيمي ميميني مويني كفونغا Na anasema Jabir radiyallahu anhu, pindi anapofunga, basi masikio yako yafunge, macho yako yafunge, na ulimi wako ufunge kwa kutusema maneno ya uongo na yaliyo haramu, na uwe mpole na mtulivu siku yako
ya kufunga na Mwenyezi Mungu mtukufu. Anasema kuhusu ibada ya hija pia, wa atimu alhajja wal umrata lillah, natimizeni ibada ya hija na umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na anasema tena, fiza qadaytu manasikakum fadhkuru Allah ka zikrukum abaakum au ashaddu zikra, na mkisha timiza ibada zenu basi mtajeni Mwenyezi Mungu kama mlivyo kuwa mkiwataja baba zenu au mtajeni zaidi. Na amri ya kufanya kwa umahiri imejumuisha pia swala la kukafini mayiti na kumuandaa, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu, bindi mmoja wenu anapomkafini ndugu yake basi na amkafini vizuri. Ndugu zangu wa Islamu, ombeni Mwenyezi Mungu katika saa hii, labda saa hii itakuwa ni saa ya majibu. Ndugu zangu wa Islamu, tunazungumza katika hotuba hii ya pili juu ya umuhimu wa kazi kwa ajili ya kuziendelea nchi zetu katika nyanja mbalimbali ya maisha. Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, shukrani zote anastahiki Mwenyezi Mungu mola wa viumbi vyote, rehma na amani zimwendee mtume wa mwisho, naye ni mtume wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake wote. Hakuna shaka kuwa umahiri wa kazi ndio njia ya umma wenye maendeleo, umma ambao unapepa uzalendo kwa nchi yao na uelewa wa nafasi yake katika ustawi na maendeleo kwa kufanya kazi vizuri kwa ubora na kwa kipekee. Na hiyo ndiyo njia bora ya kutumia uwezo wa vijana na nguvu zao katika kuhudumia dini na nchi. Kwani sura nyingi za maendeleo ambayo ulimwengu wa leo unaishi katika nyanja mbalimbali yamepatikana kwa nguvu ya vijana ambao wamechanga kwa juhudi zao na umahiri wao kumhudumia mwanadamu. Sisi tunasisitiza kuwa watu kuwataheshimu dini yetu kama hatutapiga hatua za maendeleo katika dunia yetu. Ikiwa tutapiga hatua katika mambo ya dunia yetu, watu wataheshimu dini yetu na dunia yetu, na wala hakutakuwa na upigaji wa hatua zizo isipokuwa kwa kufanya umahiri na umakini wa kazi. Ni utamaduni wa wote kwa kila kitu, katika elimu, uzalishaji wa viwanda, kazi za mikono, bali na pande zote za maisha yetu. Tukiwa wenye kufahamu umakini wa kazi ni jambo la lazima wa mafundisho yetu ya kisheria na ni roho yetu ya kitaifa, kazi hubadilika na kuwa ibada ikiwa itakutanishwa na makusudio matakatifu na malengo makubwa. Kwani mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu mtu ambaye, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu mtu ambaye masahaba wa mtume wa Mwenyezi Mungu awe razi nao walipochangazwa na ngozi yake, kazi zake na umahiri wake. Anaposema in kana yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawayni shaykhayn kabirayn fa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'iffaha fa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fi sabilillah. Ikiwa anafanya kazi kwa ajili ya kuhudumia watoto wake wadogo
basi yupo katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa anafanya kazi kwa ajili ya kuwahudumia wazazi wake wawili waliozeeka, basi yupo katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa anafanya kazi kwa ajili ya nafsi yake ili aitushilezi, atakuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa anafanya kazi kwa ajili ya familia yake, pia yupo katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, zihifadhi nchi zote za ulimwengu na tuuzishe katika uyapendayo na kuyarizia, na uhifadhi nchi yetu Misri na watu wake na kila upaya na uchuki. Na mwisho wa dua yetu ni alhamdulillahi rabbil alamin.